السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا جبت أول شرائي من أمازون مصر، هو مفتاح الأمان. مفتاح الأمان بقالي فترة كبيرة عاوز أشتريه ولسه وصل لي حالا. هفتح وأجرب وأقول لحضراتكم إزاي هتأمن حسابك بالمفتاح ده، وهنبدأ واحدة واحدة. طبعا المفاجأة كانت بالنسبة لي هو الحجم غير الصورة خالص يعني، بس أنا مش فارقة معايا، المهم الاستخدام يعني. هنخش على الكمبيوتر ونجرب ازاي نأمن حساب الفيسبوك بتاعنا والجيميل وكل الايميلات بتاعتنا. وبعد ما دخلنا على الكمبيوتر هنبدأ اول تفعيل لايميل. هخش ادارة حسابي، ادارة حسابات على جوجل زي كده زي ما حضراتكم شايفين، وهأمن الحساب بالمفتاح بتاعي. الموضوع خطوة سهلة يعني. بعد كده بدخل الامان، احمي حسابي اهي. اول واحدة هنا بيقول لي اضافة بريد الكتروني للاستيراد، دي المطلوب خطوة تانية يعني، بس انا مش هعملها حاليا. بخش اعدادات التحقيق دي، هنا بحط الرقم السري تاني بتاع الايميل واعمل دخول. زي ما حضراتكم شايفين كده هنا بيقول لي انت مدخل ايه وايه وكده يعني. فهنا بختار اضافة مفتاح الامان USB. هنا بيقول لي على التليفون ولا بلوتوز اللي هو المفتاح يعني، فبقول له المفتاح. هنا بيقول المتابعة، يرجو التأكد ان المفتاح في حوزتك ولكن غير متصل بالجهاز، فبقول له التالي. فبيقول لي ادخل المفتاح في الجهاز، وفي رسالة من الويندوز جات لي، فبدخل المفتاح كده في الجهاز وبقول اوكي. هنا بيعمل كونكت، اتصال بين الجهاز والبتاع. هنا بيقول لي حط صباعك على البصمة يعني زي ما عملنا كده البصمة. هنلاحظ تم تسجيل المفتاح بنجاح. هنا بتكتب بقى زي ما انت عاوز بقى، زي ما انت عارفه يعني. المفتاح مفتاح مثلا واحد، اكتب اسمه ايه او شوف انت هتسميه بايه بالظبط يعني. يعني مثلا انا هكتبه مفتاح 2 وبقول له تم كده. خلاص انا سجلت المفتاح الامان ومعايا الموبايل وجوجل كده. خلاص انا حسابي اتامن ومفيش اي مشكله بالنسبه لجوجل. فاضل معانا اخر حاجه وهنامن بيها حساب الفيسبوك بتاعنا. باجي اخش حساب الفيسبوك، الاعدادات والخصوصيات. بعد كده بخش على الاعدادات تاني، بخش الامان وتسجيل الدخول. هنا بيقول لي تغيير كلمه السر المصادقه. هنا بيقول لي تلقي التنبيه يعني باستيراد. على فكره انا اول مره اعمل الحاجه دي وانتوا معايا يعني على وانا بسجل يعني. فبقول له مثلا المصادقه دي تقريبا هي، عاوز الرقم السري بتاعي تاني. هنا بيقول لي ادخل المصادقه، المفتاح الامان اهو. بقول له اعداد، سجل المفتاح، بقول له اوكي. هنا طالب مني اللي انا احط البي اي ان تاني، سهل الرقم السري. وهنا بعد كده بحط ايدي على المفتاح عشان يسجل البصمه بتاعتي. كده بيقول لي المفتاح اسمه كذا، فبقول له حفظ، سميه زي ما انت عاوز تسميه يعني، بس انا سميته الاسم ده. هنا قال لي تم الاضافه وكده. خلاص هنشوف انضاف معانا ولا ما انضافش. انضاف معانا المفتاح اهو، اداره المفاتيح بتاعتي وكده. خلاص الموضوع بقى سهل وبسيط كده. هتكرر الموضوع على اي موقع انت بتخشه وبتامن حسابك فيه يعني. بس يا رب تكون الحلقه عجبتكم وحلقه سريعه في الموضوع المفتاح الامان ده. كنت لسه جايبه وقلت افتح واجرب وحضراتكم معايا في الناس اللي متابعنا في القناه يعني. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.